الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم عبر وعظات من ذكرى الإسراء والمعراج. عبر وعظات من ذكرى الإسراء والمعراج. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفيه من خلقه وخليله، بل أمانة، بلغ الرسالة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، وأزال به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين. معاشر الفضلاء والفضليات، هذه آخر جمعة من شهر رجب المحرم، وغالبا في الغالب الأعم أن الناس يتذكرون تلك الرحلة المباركة، الرحلة الأرضية والسماوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء والمعراج. وقد اختلف العلماء في تعيين وقتها، الوقت ديالها ما معيش مضبوط، اختلفوا، لكن بعض أهل العلم رجح ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر في الخلاف. ولهذا ما ورد عن الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين أو الأئمة المهتدين كمالك بن أنس سيد الأئمة، ما ورد عنهم تخصيص هذا اليوم أو هذه الليلة بالصيام ولا قيام. زاد ديال الناس كيسولوا واش هذاك النهار نصوموه وهذاك الليل ديال نقوموه، لا، يوم عادي. لماذا؟ ما احتفل به صاحب الرحلة هو سيدنا محمد، ما احتفلش به، ما احتفل به الصحابة، ما احتفل به التابعون، ما احتفل به تابع التابعون، ما احتفل به الأئمة المهتدون. ونوضح نديرو حاجة، أمور العبادة أمور توقيفية، ما يمكنش تدير شي حاجة ما دار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى، معاشر الفضلاء، رحلة الإسراء والمعراج ثابتة بالكتاب والسنة، ما فيهاش شك نهائي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا في القرآن. ولقد رآه نزلة أخرى، سورة النجم، عند سدرة المنتهى، الآيات فثابتة بالكتاب والسنة. هذه الرحلة المباركة لم تكن في المنام، ماشي حلم، حقيقة. اسمعوا باش كيقول سبحان الذي أسرى بعبده روحا وجسدا، بالروح وبالجسد. سبحان هذا العالم ديال التسبيح والتقديس وتنزيه الله عز وجل عن النقائص. سبحان الذي أسرى، هو اللي أسرى به، قوته سبحانه وتعالى. بالنسبة لنا احنا اليوم، هذه الرحلة ديال بين الكعبة، بين الحرم المكي وبيت المقدس، كانت فيها مسيرة ديال
شهر. كان الناس يقطعون هذه المسافة بين مكة وبيت المقدس على الإبل الزمن إلى شهر في ليلة واحدة. الناس في هذاك الوقت تجيهم غريبة جدا، ولكن الإعجاز. أما اليوم راه كتجي من مكة السلف كيلومتر كتقطعها في 6 سوايع 7 سوايع. فالذي أسرى به هو ربه وأسري به وعرج به إلى السماء روحا وجسدا، لأنه كشف غير في المنام. ما غادي يختلفوا عليه الناس تدخل يقولوا هذا الشيء كتقول بزاف، هذوك المعاندون والكفار والمنافقون وغيرهم ما يقولوا لي هذا الشيء كتقول ماشي هو هذا. فكانت رحلة جسدا وروحا، الغاية منها لنريه من آياتنا، باش نشوف الآيات. هذه الرحلة معاشر الفضلاء جاءت في زمن حصار قريش، حاصر سيدنا محمد ضيقت عليه، كان له سند داخلي وسند خارجي، كان عنده عمه عيار ثقيل كان كيحميه وكيلطف ليه الاجواء كيخفف عليه كيرد عليه يرد عنه سهام وحرارة وعيون الكفار ديال الظل ديالو. شوف، كان له سند اخر داخلي، خديجه. خديجه كان فيها كل شيء، المال والرحمه والعنايه. كتقول لي والله لا يخزيك الله ابدا، العيالات ما تخافش، ما خاطر تشوف الراجل فيه كيغوت وكيخرس صدرو ما كيحتاجش للمرحبا. المرأة كانت قوية تضاعف قوة الرجل وشجاعته، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تقري الضيف وتحمل الكلب وتعين كذا. وهذا سيدنا محمد القوي. ماتت خديجة ومات عمه، فتكالبت قريش عليه خنقوه، فأراد أن يبحث لدعوته على رئة جديدة خارجية تتنفس منها الدعوة، حيث هو نذير مبين. شي بحالنا حنا، أنت يمكن تكلم مع شي واحد وما يعجبوش الحال وخليه، أش بين الدنيا هذا ما بغاش يسمع، صافي كتخليه. لكن سيدنا محمد خصو يبلغ، خصو يبلغ. فخرج إلى الطائف، وأنتم تعلمون وهذا الأمر كنذكره دائما، ماذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف؟ رجموه، سيدنا محمد ترجم وسبوه وعيروه وجروا عليه. من يبغى يرجع لمكة ما عندوش فين يرجع، ما هو بالطائف ما هو بمكة. فدخل تحت جوار أحد المشركين، ولا شي واحد من المشركين اللي حاميه في بلاده. وملي شو هاد الحالة هذه؟ شو هاد الحالة؟ رجل يريد أن ينقذكم من النار، وأنتم ما كديروا هادشي كامل. حالة ضربوا بالحجارة، رجلي كتدوز بالدم، راسو كيدوز بالدم، اللي معاه مولاه اللي معاه تا هو كله كيتعرض للحجارة باش ما تمش سيدنا محمد. والإهانة والسب وسلطوا عليه دوك الشبيحة ديالهم ديال ذاك الوقت كيضربوا فيه وكيعيروا فيه، كيفاش غيكون مسكين صلى الله عليه وسلم؟ فبدأ الانفراج، بدا كتجي السعادة، كتجي الطمأنينة. ولمن يشكو؟ ما عندوش من يشكي. فرفع يديه إلى السماء وشكى حاله وأمره وأنينه إلى ربه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين
أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ من تخليني؟ وهذه كنحتاجوا ليها حنا. حنا ملي كنضروا كنبداو نتشكاو على الناس، شوف هو اللي كيتشكى. إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح علي أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنا ربي أنت ما تسخطش علي، أنت ما تغضبش علي، ما همني حتى حاجة، شي قاع لي أنا فيه ما همنيش. واختم بواحد الكلمة، نحن في حاجة إليها، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا ربي أنت الذي تحول من حال إلى حال، كلمة لا حول كنز من كنوز الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت الذي تحول من حال إلى حال، ليس غيرك، ليس غيرك كيف تحول. أنت الذي تحول من ضعف إلى قوة، ومن إلى ومن إلى ومن إلى. وبدا الفراش كيجي، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو ربه، مر عليه نفر من الجن، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا كان هذا العنصر ديال الإنس ما بغاش هذه الدعوة، الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، دايزة واحد الطائفة ديال الجن كتسمع، فلما حضروا قالوا أنصتوا، سمعوا شي دين ديالك. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، سمعوا. ثم لما سمعوه انطلقوا إلى قومهم، مشاو كيبلغوا الدعوة. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يدعو إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله الخير. فبينما أنا كذلك، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بغمامة تظلني، أحد الغمامة شكون فيها؟ جبريل وملك الجبال، الفراش بكيش. فسلم جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ربك يقلك السلام. عندنا واحد النقلة عجيبة جدا، ربي سبحانه وتعالى يقول سيدنا محمد فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ربي يقول سيدنا محمد في حال الشدة ديالو اصبر، راه الملأ الأعلى كيشوف، فاصبر. وجي خصها تكون عندنا حنا حتى نتعلموها، راه ديما ربي معك، فإنك بأعيننا. فقال جبريل هذا ملك الجبال بين يديك. بغيتكم تصوروا الحالة، رجلين كده سيدنا محمد، الأقدام الشريفة كتسير بالدم، والراس كيسير بالدم، وصاحبه اللي حداه كيسير بالدم، وفي واحد الحالة. والله يا إخوة أنا بعد ما في راسي، والله إلا أنا كنستحيها من راسي، إلا بعض المرات يقلقني شي واحد على شي حاجة صغيرة، وكنتقلق وكنغضب وكنبقى نستغفر وكنقول الحمد لله اني ما تصرفتش. يمكن قال لك غير شي كلمه، يمكن غاز كيقولوا هما كرازاك بالسياره، وقيل غير عامسك وكيسخن لك الدم. شوف هذا، شوف النباش كيجي، ولو ملكتي القوه تصحو. شوف النباش ديال ليه، كيزن الملك الجبال كيقول ليه امرني يا محمد اطبق عليه من الخشبين. جوج ديال الجبال كل شيء يولي ماء، يولي دم، كل شيء ما يبقى حتى واحد فيهم. ايوا انا وانت حي يا سيدي، حي يا مخشب. هادو جراثيم، هادو غادي يقتلوا الامه، هادو خصهم حي ما يبقاوش.
ولكن انظروا إلى بعد النظر، بعد النظر ديال الرجل. قال لا لا ما ديرش هذاك الشيء، والدم كيسيل منه والهم في قلبه، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. إذا كان هما ما فيهمش الخير ربما ربي سبحانه وتعالى يجعل فيهم الخير، أو لما فيهمش الخير ربما الله سبحانه وتعالى يخرج من الأصلاب ديالهم ليوحدهم إلى آخره. في هذه الحالة فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. دابا غادي نوليو في نقلة أخرى، نقلة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: بينما أنا في الحطيم كعب إذ نزل جبريل فشق صدري وأخرج قلبي وغسله بماء زمزم في طست من ذهب، ثم ملأه إيمانا وحكمة، ثم أعاده كما كان، ثم أخذني. وكأن مسألة فيها طهارة ووضوء. تدب غادي ترحل واحد السفرية خاصة ما سبقت لأحد من الأولين ولا الآخرين، ما خذ لا إبراهيم ولا نوح ولا عيسى ولا موسى إلا محمد وحده. فجيء بالبراق وأخذ إلى بيت المقدس فصلى ركعتين، ربط البراق بالحلقة للباب وصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى بالأنبياء جميعا، ثم أخذ إلى السماوات العلى مع صديقه جبريل كما تعلمون جميعا، السماء الأولى الثانية الثالثة، وفي كل سماء يجد نبيا، وجد آدم ثم يحيى وزكريا في الثانية، ثم يوسف ثم إدريس ثم هارون ثم موسى ثم إبراهيم في السماء السابعة حيث البيت المعمور إلى آخره. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ثم أخذ إلى رب العزة. لا إله إلا الله، رحلة مباركة قلت ما سبقت لأحد من الأولين والآخرين. هذه الرحلة من العبر فيها والعظات أن الله سبحانه وتعالى جاء بمحمد إليه ليكلمه دون حاجب أو رسول أو رقيب، يكلمه كفاحا. هل رآه؟ ما يستطيع أن يرى الرب، إنما قال أهل العلم رأى ربه بفؤاده بقلبه، أما أن رآه بعينيه التي في رأسه فلا. هذه الرحلة إلى الله عز وجل رأى فيها ما رأى من الآية الكبرى، رأى الجنة ونعيمها، ورأى النار، ورأى مالك، رأى مالكا خازن جهنم لا يبتسم أبدا، خازن جهنم لا يبتسم أبدا، ورأى العصاة أكلت الربا، ورأى عذابهم، ورأى أكلت أموال اليتامى وعذابهم، ورأى الزنات وعذابهم، ورأى الزانيات اللواتي يدخلن على أزواجهن أبناء غير أبنائهم، معلقات من أجسادهن مهزوزين من صدورهم معلقين، اللي كتنوض تدخل شي راجل على 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 على, 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 على رجلها ويشاركها الرجل الآخر في فراشه إلى آخره. هذا المشاهد وغيرها، هذه المشاهد وغيرها التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوته من جديد، وأصبح صدود الآخرين وإعراضهم وتعذيبهم ونكالهم لا يساوي شيء أمام هذا اليقين. وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام
على عباده الذين اصطفى من العبر والعظات التي تركتها حادثة الإسراء والمعراج. بعد سنة من هذه الحادثة سينتقل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، وفي المدينة المنورة ستقام أول دولة للإسلام. هذه الدولة الأم يجب أن تبنى على ركائز قوية، هذه الدولة الأم، وسوف يرميها العالم عن قوس واحد. الأمة الإسلامية اللي راه نبتات فعاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يبغوش يخليوها. إذا خص الناس اللي غادي يبنيوها يكونوا رجالة، يكونوا صباح، يكونوا كيضحيوا بكل شيء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الحادثة فكذبها المذبذبون اللي باقي الإيمان دول ضعيف، كيقولوا لي هذو الكفار. وسمعتي صاحبك اش كيقول؟ صاحبك الزهر كيقول ليك راه مشى من مكة البيت المقدس ثم طلع السماوات العلى في ليلة واحدة، للإيمان ديالو ضعيف؟ ما يموتش ما عرفش ما يقدرش يكون هادشي، فكفر. ولكن شكون ثبت؟ ثبت الراسخون كأبي بكر. جاءوا لأبي بكر كما تعلمون فقالوا: ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ كتسمع شكون صاحبك؟ لا سيدنا محمد. قال: وما يقول؟ قالوا: يقول إنه رحل من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ وش قالها؟ قال: نعم. قال: صدق صدق، أنا أصدقه في خبر السماء بين اللحظة والأخرى. من صدقش فادي صدق. ومن هناك سمي الصديق. وبمثل هؤلاء الرجال بني الإسلام وبنيت أول دولة للإسلام. من العظات التي يجب أن ننتبه لها جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت المقدس ما زاغ البصر وما طغى، الأدب. وملي طلع للسماء ما زاغ البصر وما طغى، ماشي بحال حنا كنبرقوا ونمشي نعاود لهم مشت، لا، هكذا وصف ربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد. ما زاغ البصر وما طغى، حضر حضر عليه حتى ملي غادي يجي وغيسولوه كيدير بيت المقدس، المودي انا ما مشتش. فجلاه له جبريل فرأه من جديد. ف لا إله إلا الله. قلت من العبر والعظات التي يجب أن ننتبه إليها أنه لما دخل بيت المقدس صلى ركعتين ثم صلى بالأنبياء، هذه إشارة خلق أهدار جيدة. صلاته بالأنبياء إماما ماذا تعني؟ تعني أن دينه دين محمد ناسخ للأديان السابقة، ما بقت لا يهودية ولا نصرانية. من اللي صلى بهم وأسلسوا له القياد كل شيء صلى وراه. فنقول لأتباع موسى وأتباع عيسى: لا يحل لكم إلا أن تتبعوا خطى أنبيائكم. الأنبياء ديالكم تبعوا سيدنا محمد، أنتم خصكم تتبعوا هذا الدين. ولهذا عندما يقال الدين الإبراهيمي ووحدة الأديان هذا كله كذب في كذب. إن صريح القرآن، هذا القرآن اللي يتكلم: إن الدين عند الله الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هذا القرآن ما عادش نقول. بقات وحدة نبدا نقولها لي هي الصلاة. هذه الرحلة المباركة يا إخواني الكرام جاب لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء، هي كانت معراج النبي وهي معراج الأمة إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم طلع مع جبريل، وأنا وياك كنطلعوا كل خمسة مرات كنطلعوا غير شوف تصدي الكبير.
النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج قلبه وأغسل بزمزم من طس من ذهب وملئ إيمان وحكمة. تقول ما كتصلي كتوضى تحسن الوضوء. فإذا حصل لك الخشوع وأنت تتمعن في كلمات الله في القرآن كتتمعن فيها، سواء أنت كتصلي فريضة، سواء لو وفق الله كما قلنا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إذا وفق الله سبحانه وتعالى إذا تشركي عاد في البيت حافظ القرآن مزيان، ما حافظش حتى تصحف قدامك وتمعن وسترقى، حتى غادي يحصل لك المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم حصل له المعراج بالروح والجسد، أنا وياك إن شاء الله يحصل المعراج بالروح لما كتمعن في القرآن ويحصل لك يقين أن هذا كلام سيدي ربي ويلعب فيك ويتواطأ قلبك مع لسانك، يتواطأ لسانك مع قلبك، فأنت غادي تطلع وملي غادي تسلم الصلاة تحس بواحد السكينة. الصلاة الصلاة فرضت في السماء وكانت آخر ما وصى به نبيكم هذه الأمة. بك يموت، يموت على فراش الموت، وماذا يقول الصحابة؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كيموت كيوصل الأمة بالصلاة. ولهذا إخواني الكرام، ما يكفيش جيت للجامع، ما يكفيش تصلي أنت، أنا وياك حنا الناس الكبار اللي عندنا البلاد راه مسؤولية كبيرة. نعلم ولادي الصلاة، نصبر مع ولادي في الصلاة، نعطي لولادي الفلوس باش يصلي، نخرجهم يتسهروا باش يصلي، وليداتي وبنياتي، راك أنت المسؤول. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة في العبادات الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. الصلاة الصلاة، وإن لم تكن لها هذه الأهمية في الدين ما تفرش في السماء، وما يخليهاش النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما يقول، كيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، بمعنى العام وليداتكم، أرضوا البال وليداتكم علموا صغار. فنسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلوا وسلموا على البشير النذير السراج المنير صاحب الوجه الأنور والجبين أزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وحسن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عنا معهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر أمير البلاد وملكها محمدا السادس نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ في ولي عهده وشقيقه وسائر أسرته. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم قلوبنا، انك ولي ذلك القدر العليم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.